الفرق بين الشكر والعسل، هواية من الناس من يسوون ريجيم يقول لك أنا أتجه للعسل أحسن من الشكر، لأن الشكر به مضار، بس بالضبط المضار اثنيناتهم موجودات بيهم. الشكر إذا نريد ناخذ خاشوقة واحدة مع الشكر هي راح تحتوي على 50% من فركتوز و 50% من جلوكوز، فهنا راح يصير الفرق عندنا قليل جدا. العسل هنا إذا أخذنا خاشوقة واحدة من العسل راح يصير عندنا 60% من الفركتوز و 40% من الجلوكوز. الجلوكوز شغلته من يفوت للجسم الخلايا اللي موجودة بالجسم وأعضاء الجسم أي شيء من عندها محتاج جلوكوز راح يأخذها وراح يحولها حسب ما هو اللي يحتاجه. أما الفركتوز ما راح يروح على الخلايا، راح يروح مباشرة على الكبد، ومن راح يروح على الكبد هناك إذا فوتناه بكميات عالية راح يسوي عندنا الكبد الدهني مثل ما راح أخليكم إياه على الصورة. فاثنيناتهم يا شباب من تريدون يسووا الرجيم لازم تقتصدون باستخدامه. جسم يحتاج الى الشكر بس مو بكميات عاليه. خليكم متابعيني راح اسوي الفيديو الثاني احسن شكر ممكن تاخذه بعمليات التنشيف او الدايت مالتك. مع السلامه.